صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. دون ان اتي دون ان ارحل، لا قبل ولا بعد، امسكك بقربي واتركك حرا، لانني فيك وانت فيا. بهالكلمات الرائعه عن الحب بحب بلش اليوم فقره كتاب، اللي هي فقره مميزه اليوم اللي رح نحصرها بوقت معين، ولكن لو في عنا ساعات نبقى نحكي عن موضوع جميل جدا، هو موضوع الأنا الداخلي وليس الأنا الأناني، موضوع الطاقة والعلاج بالطاقة. واليوم بيشرفني كوني أكيد عندي فقرة سقفية، وكوني من منبر الام تي في إني أكيد أرحب بالأخصائية بالعلاج بالطاقة السيدة مها نموي. أهلا وسهلا فيك باستديوهات الأم تي في. صباح الخير. صباح الخير لك وللأم تي في ولكل لبنان. نحن شرف كبير أنه تكوني معنا، ونعرف أنه أول طلة لك على تلفزيون لبناني، من بعد ما أكيد أطلعت على تلفزيونات كتير عالمية وعربية. واليوم أكيد بحب أعرف المشاهدين اللي بعد ما بيعرفوك أنه حضرتك أخصائية بالعلاج بالطاقة، واليوم بحب أبدأ لأنه بدي استفيد من الوقت اللي عندي، ما كتير رح كتر أنا الحكي. شو هي الطاقة وليه الطاقة؟ كل الأشياء اللي منعيشها هي طاقة. مين أنا هي طاقة، الكون اللي عايشين فيه هو طاقة. سؤالين منشتغل عليهم بالعلاج بالطاقة، هي مين أنا وين عايش، يعني علاقتي بالأنا وعلاقة الأنايات تبعيتي بالكون كله. ما رح كتير نفلسف في الموضوع مثل ما قلت، تنكون مختصر ومفيد. كل شيء في توازن هي بيعطي القوة، فإذا كل قوة هالعلاج هو الشفاء والحياة. هذا الهدف، أن الإنسان يكون عنده صحة ويعيش. يعني الصحة هي التمتع بالحياة، الصحة هي طاقة. طاقة الضوء، الناس بس تقولي طاقة بيفهموها ضوء، بيفهموها بترول، بيفهموها محركات، بس أساس كل الكهرباء والمغناطيس والمحركات هي الطاقة يلي بتحرك الضوء. يعني الذبذبة اللي بتمشي المحركات. يلي موجود بالكون كله موجود فينا، واللي موجود فينا موجود بالكون. هيدا مفصل بالكتاب يلي اللي عم يجمعنا اليوم. امبارحة كان عندك اكيد حفل توقيع، صح بالفيرجن، اللي هو الانرجي دو موند انتر فو مان. كتاب رائع جدا، وبحب اكيد اقول لك المشاهدين انه موجود بكل المكتبات وبكل فروع فيرجن كمان بلبنان وبالعالم. طب بلشت انا فكرت بكلمات حضرتك كتبتيهم عن اكيد جزء الحب. انت اخذت اهم شابتر بالكتاب اللي هو اساس الانرجي. نعم، الحب هو الحب. قد ايه هو الطاقه وقد ايه الطاقه هي حب؟ كما هيك حكيت عن كل الاشياء اللي بتحرك هي طاقه، كل هيك بيقولوا الحركه بركه. نعم. وكل شيء بيجمد بيصير فيه ستاجناسيون، اللي هي هذا التعفن ببلش. نعم. كرمال هيك كل شيء جامد هو عم بيموت. افكارنا المسبقه القديمه، افكارنا السلبيه، هي موت لفكرنا. نعم. احاسيسنا يلي مكربجتنا، اللي هي خوف، اللي هي حزن، اللي هي حسد، غيره، كل هول الاحاسيس بتخلي الحب يوقف، بتخلي القلب يوقف عن انه يعمل وظيفته الطبيعيه اللي هي الحب. كل شغلنا انه نرجع نعيد الجسم لاساسه الحقيقي. طفل يرجع يتنفس، ليتنفس بده يهدى ويفتح كل نوافذه، كل ابوابه للكون، يرجع يفوت فينا تيعبينا ضوء، والضوء هو الحب. ما في حدا يكون مرتاح وما يحب. نعم. كما هيك اخذت شابيتر عن جد هو اساس كل الطاقات، طاقة
طاقة الحب، الحب هو إلهي، وبس كون أنا بحالة حب بكون تخليت عن حالي تأترك حالي للمدى والفضاء اللي نحن جايين منه، النور. نعم، بنصير نضوي. حلو كتير. بتقولي إنه تواحد مزبوط من هيك الولد لأنه هو بريء وأكيد بعد ما تلوث بيور. بيور. يعني بيقدر يعيش، يعني بيقدر هو يستمد مزبوط طاقة الأنا. هو وقت واحد يكبر عادة اللي بيخليه إنه يمكن ما يوعى على الأنا ويضلوا يمكن مهتم بالأمور اللي هي بتوصله يمكن على انهيار عصبي، على نوع من هيك زعل على طول بحياته. هل هو التربية اللي بتخلينا مع الوقت والمجتمع اللي بتخلينا مع الوقت إنه ما نعود نقدر نستمد من هالطاقة أو نوع هالطاقة الموجودة فينا؟ هلأ كل الفلسفات يلي اشتغلت على الأشياء السبيريتويال الروحانية الروحية، شو يعني؟ يعني رجعتك على حالك الحقيقية. يعني على الطفل الإنسان اللي عم تحكي عنه يلي بيشوف كل شيء بعيون بريئة، بعيون طفل منقول، يعني عيون الفرح، عيون الحب. كل التراكمات اللي بلشت بعد ما الإنسان صار عمره افترضي حسب تاريخ كل طفل طبعا، هي بلوكاج، هي صدمته ليوقف بالمسارات الطبيعية اللي ربنا خلقنا فيها. يعني احنا أول ما بنخلق ربنا بيعطينا نعمة الوعي والحب. بتجي المؤسسات والمجتمعات والتربية بتربينا كيف نكون بالمجتمع. يعني منصير عبد وربنا خلقنا سيد. هاي الحرب نحن اللي منعاني كل حياتنا منها، هي النزاع بين السيادة والعبودية. بالعلاج بالطاقة بترجع سيد، لأنه تواصلك مع الأرض والسماء هي هذا التوازن أفقي العامودي. نحن عاموديين. بتصيري بس تغذي حالك عاموديا من الأرض والسماء تتحول إلى كانال عم ياخد طاقات، وهي ما بيصير إلا بالوعي. اوعى انه انا مين، كيف عايش، ليش عم بركض هالقد، لوين رايح، ما متت، ما شفت مين مات، وشو يلي مات شو اخذ، شو عمل. دون كله درس بس بالوعي الداخلي الحقيقي. يعني في اشياء ما بتنحكى بس بتنعيش وبتنحس. في شيء فيك بيوعى بلحظه بيقول لك طب وبعدين، بعدين بكره شو في. كمان الوعي بيخليك تفتشي، والتفتيش دق الباب بينفتح لك. اللي بيفتش رح يلاقي. صح، مسوم دي شرشر. نحن عم نفتش، وقد ما تلاقي في بعد أكبر. بس تتفتشي بدك تهدي بالأول، تقولي تبلش السؤال. أنا مين؟ ليش أنا هون؟ جاي بس حتى أتعذب وعاني؟ شو دوري يعني؟ هلا المعاناة مهمة كتير، بس اقبلها بعرف انه هي الماتوريتي تبعيتي، هي اللي بتخليني انضج. ساعتها ببطل خاف من الشيخوخة، بس انضج ببطل العمر تقيل. هيدا يمكن من اهم الامور، من اهم الامور. ببطل خاف من الموت لانه بعرف انه انا هلا طاقة وبعد الموت طاقة. صح، انا اليوم كل ما ضويت بكون عم بلتقى بالشكل، يعني الفارم، وباللا شكل. دوك ما بعود خايف من اللا شكل، لانه بتكون كل الكونسنتراسيون على نفسك، على روحك يعني. اكزاكت. اللي هي بالعكس بتجوهر الجسم ونفس وروحي طاقات. كل ما التقيتي بالطاقه بتكون تخطيتي الجسم، تخطيتي السوبرفيسيال، تخطيتي السطحيه. صح، بس تتخطي السطحيه يعني اللي بيسبح وبيصير تحت المي ببطل يخاف من العمق. صح، لانه ديجا تحت المي، لأنه بيعرف كمان كيف يسبح وكيف يطلع وقتها بده يطلع. مرسي. المعرفة هاي شغلتنا نحن. نعم. المدرسة. نعم. كيف أعرف فوت عيش بحالي وإرجع أعرف أظهر تعيش مجتمع. كما هيك الكون كله في عالمين، عالم الضوء وعالم المجتمع،
وبحالنا فيها العالمين، عالم الضوء اللي هي الصفاء والنقاء، يعني أسمع يمكن تجلي. تجلي نعم. المناجات اللي نحكى عنها بالصوفية، نحكى عنها بجبران خليل جبران مثل ما قلتي لي ورا الكواليس. صح، قلت لك انه هذا الحب، فلسفة الحب هي ذاتها. ما عندناش كثير كثير اشياء نشوفها هي هالكون وهالأنا. نعم. بس عندنا كثير ابواب وميثود. نعم. مدارس بتوصلني أكثر للعلاقة مع هيدي الأنا، وترجع توصلني يكون أنا برا يعني فعال بالمجتمع، وارجع فوت على الأنا الجوا. كل مرة بغذي حالي بالسورس أوريجينال الحقيقي. نعم. اللي هي الطاقة الإلهية الكونية الضوئية الصافية، بضوي أنا. دوك أنا بدي أترك حالي لهالطاقة، أنا بدي أترك حالي للأرض. نعم. مش أتملك الأرض، كون أنا الأرض. سي في فيزيون بين الأرض. فيزيون هي هيدي بالضبط العلاقة. نعم. إكزاكت، هاي الكلمة بالضبط اللي بنتعلمها. نعم. كيف بدي فوت بالأشياء والأشياء أتركها تفوت فيي، ما كربج. الخوف هو الحبس تبعنا. نعم. الأنا هي اطبان السجن تبعنا. كل مره بتعلق بشيء بجمع شيء بكون عم كبر حبسي. يعني لازم واحد يبعد عن كل شيء مادي ويجرب انه يعيش لو حياه. نعرف انه الحياه اليوميه ما صعبه وفيها كثير اكيد يعني ملذات كلنا منحبها، ولكن نعرف نعيش هالحياه، ولكن نضلنا كمان متعلين يمكن عنا ونضلنا محافظين بتصور على جوهرنا. هيدا اهم شيء. كنت حابه اسالك لانه حضرتك عايشه بفرنسا وبتجي قليل على لبنان، شو رايك بالمجتمع اللبناني والناس بلبنان؟ قد ايه عندهم معرفه لهالطاقه اللي عم تحكي، الرائعه اللي عم تحكي عنها، اللي لو بينبشوا عليها، لانه بتصور في كسل، صار في كسل انه واحد هيك ماخود بهالغيبوبه بسميها. ايه غيبوبه، انه يلا مثل غيري بعمل والمظاهر والماده والاشياء السطحيه. قد ايه موجوده بلبنان وقد ايه اليوم العلاج اللي انت بتقدميه هو مهم بالمجتمع اللبناني؟ هلا الانسان انسان، يعني انسان لبنان هو انسان مثل بقى. انسان امريكا وانسان فرنسا وانسان دبي وانسان الكويت وانسان اي انسان، هي الطبيعة الإنسانية من وقت قايين وهابيل ورجعنا لآدم وحواء، كلهم هول قصص لنستخلص إنه اللي عم بيصير معنا أساسه واحد، هي الطبيعة الإنسانية. كرمال هيك الوعي، وعي أي إنسان بالعالم كله بخليه يفتش على توازنه الداخلي ليقدر يعمل توازن خارجي. بما إنه المجتمعات صارت كتير متطورة، شو يعني متطورة؟ يعني بعيدة عن الإنسانية. نعم. يعني شركة بهمة تستخدم كل ناسا. نعم. لحتى هي تكبر. نحن شغلنا كمان منعمل دورات للبنوك، للمؤسسات الانفستيسمان، للمؤسسات مدارس. نعم. أوكي، لحتى يبلش الإنسان يعرف يعمل توازن بداخله، يرتاح ليقدر يعطي أكتر. يعني الفرق بين واحد عم يشتغل وواحد عم يبدع بشغله هي معرفة الذات. يعني هيدي الانتيميتي، العلاقة الحميمة بين الأنا والأنا، هي كل الفرق. لاتيتود انتيريور، يعني كيف عم شوف الشغلة، كيف عم راقب حالي وراقب الأشياء. نعم. كيف علاقتي بين أنا وأنا، وكيف علاقتي بشغلي. نعم. ساعتها شغلك بيصير تعطيه من بطاريتك، بس بدك تشرجي حالك. صح. بلبنان المسألة كتير شائكة وصعبة، لأنه نحن ما بدنا ننسى إنه هيدي أرض مقدسة. لبنان أكيد أرض مقدسة، ربنا عطيها كل القدرات للضل مثل ما هي موجودة اليوم. اللي مرق على لبنان. صح. وكلنا هاي قصتنا وجرحنا كلنا، حتى العايش هون أو عايش برا جرحوا لبنان. كأن أمك مريضة وهي أمنا كلنا. صح. الأرض الأم. المصيبة هون إنه كل حدا مفتكر هاي لإله الأرضه، مش عارفين إنه نحن بنتخلى عن حالنا تنفوت فيها لنعطيها اللي عطيتنا إياه. نعم، حلو كتير. لازم تعملي بتصور للسياسيين علاج لكلنا، لأنه نحن كمان منشبهن.
مزبوط، نحن منهم هن منا يعني اللي عم بيصير ببيروت بلبنان وهذا ببكينا كلنا، نحن عاملينه صح. كل حدا منا مشترك بالجريمة لأنه ما عم نشتغل على نفسنا. بتصور بالضبط صح، يعني كل حدا يرجع لحاله الحقيقية، لشو أخذ من لبنان، من أرضه، من شمسه، من كل شيء بلبنان، يرجع يحب بس لبنان، بيصير يتخلى عن أنانيته، يترك حاله لهي الأرض، يعني يعطيها يلمسها. مثل حدا مريض مش ناطر منك تعدي تحدثي سياسيا، ناطر منك تحضني. صح، حضني حالك، عائلتك، أرضك، بيتك. نعم، ضو واحد بغير الكون. صح، يعني مثل سم واحد بيسمم كون. صح، يعني إذا كل واحد اشتغل على نفسه نحن بنصير عدة أنا. بتصور بنعمل مجتمع أفضل. كلمة هيك، أنا مشكلتي مش المجتمع اليوم، كل واحد مشكلته حاله. نعم، لأن نحن مسممين صرنا. نعم، حلو كتير. يعني بتصور أنه حديث كتير مشوق والموضوع رائع. بحب أذكر المشاهدين أنه في أكيد عندك سيت إنترنت، إذا بتحبي بس تقولي للمشاهدين. www.mahanamour.com. بتصور إذا فيتوا بيفوتوا على العالم النور والسلام الداخلي اللي كلنا نحن عاوزينه. مها نمور، نحن نتشكرك على هالحديث الحلو. أنا كثير بشكرك على استقبالك لإلي بهالجو الكتير حلو. ميرسي كتير، وإن شاء الله تضلكم عم تعطوا ضوء لكل لبنان. ميرسي كتير بوجودك. ميرسي كتير. هيك نبقى مع، نختم فقرة كتاب وهلا نبقى مع بريك إعلاني.